تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق، ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون، الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون، أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا برا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. زينب!
أنا ما راح أسألك وين كنتي أو مع من طالع، لا، لأنك تعرفين مصلحتك زين. تعرفي ليش؟ لأنك معلمة ومربية أجيال وتشتغلين في وزارة التربية والتعليم. حنان، مليون مرة قلت لك أنا ما أسوي شي غلط، ما أسوي شي غلط. بس أنا أخاف عليكي يا أمل. لا، أنت خايفة على زوجك وشاكة فيني أنا. لو كنتي خايفة علي مثل ما أنت تقولي ما كنتي وجهتي لي كل هذه الاتهامات في الروحة والجية. زين، خبريني وريحيني، أنت وين تروحي في هالمشاوير كلها؟ من الصبح وقبل شروق الشمس وحتى في نص الليل. يا أمل، من اللي يرضى أن بنته تطلع الساعة 10 و11 بالليل ولما أسألك تقولي رايحة عند صديقتك؟ هذه صديقتك ما عندها أهل. فوق هذا كله ما تريديني أخاف عليكي ويزيد الوسواس عندي؟ يا أختي، أنت ليش ما راضية تصدقيني؟ قلت لك ما أسوي شي غلط، والله العظيم أني ما أسوي شي غلط، وبكرة راح الأيام تثبت لك. أخاف الأيام والناس يكونوا ضدك يا أمل. مالي، عندي ربي ينصرني، هو اسم القادر. على فكرة أنا بعد شوية طالعة، عندي مشوار مهم. هذا تحدي ولا عناد؟ يا ترى ايش السر اللي عندك يا امل ما تريدين اعرفه؟ ايش يا شيخان؟ ايش؟ شكلك تعبانة، ما أظن أنك تقدر تمشي. أحمد، لا تقول لي أرجع، أنا اليوم ما بطلع من الوادي إلا وزينب معي. بس كيف؟ كيف أنت ما قادرة تمشي أصلا؟ بعد شوية بيوصل محمد أخوي، بنجي الوادي أنا وياه، بندور في كل مكان في الوادي. قومي قومي قومي، يلا يلا قومي، روح البيت. قومي مع فريق القناصة لتقصي الأثر. واضح سيدي، استلمت رسالتك. استلمت. يلا شباب تبعوني. شوف شوف، ما ينقل هذا الموقع، هذا الجانب، تروح على الجانب. ما اشوف سيارة امل. طلعت قبل ما توصل بخمس دقائق. ما عليه، بس اليوم بتعرفي حقيقة اختك.
اليوم بتبان فضايحها. اركب معي علشان تعرف حقيقة اختك، تعرفها وين تروح كل يوم. اركب. انا بجي معاكم. نبيلة، اولادك في الحديقة، ديري بالك عليهم، انتظروني شوي. هذا ما شايل لوحة البيع هذه. ايوه يا طالب، احنا ما اتفقنا انك تشيل لوحة البيع هذه من بيت اخوي، هي اللي الحين موجودة بعدها. تمام، انا رايح الجبل الاخضر، بس ها لا تنسى تشيل لوحة من البيت. تمام ان شاء الله. هذا اخوكم الحق يعرف كل شيء، ما ابغى يبقى شيء في قلبه عنك.
تعال يا ولدي تعال، تعال معي وانا بفهمك كل شيء. تعال. انا بروح استاذن، بروح عند السياره. وانا بعد. لحظه، ما حد يطلع، الكل لازم يجلس عشان يسمع. وشيخان بعد، شيخان لازم يجي، انا بتصل فيه. ايوه يا امل، انا الحين في الجبل. ايوه في مناخر الحين اجي. زين وين؟ طيب طيب ليش؟ امل ارجوش هدي اعصابش. خلاص خلاص انا الحين جاي انك في الطريق. يلا مع السلامه. زينة تسير ولا تسير؟ لا زينة ما تسير. بس خلاص زينة بتجي. ها بتجي. يعني انت اللي تتكلم مع امل كل يوم؟ ايوه انا اللي دايما اذيها كثرة اتصالاتي. لا يا مروان لا تقول كذا، انت تتصل فيني في اي وقت. ما كفاية اني متصل فيش امس الساعة 2 بالليل اني كنت تعبان. أنت؟ أيوة أنا. بعدين عرفت أن زوجة أخوها أحمد كانت بالمستشفى. أنا لازم أروح. بتروح معي؟ لا أنا برجع معك. روح الله يسامحك. أنا بروح معك يا عيسى. بس ما تقهوته يا ولدي. سامحيني يا أمل، سامحيني. بس عاد Thank you.
عسى تكون عبر لغيرك من الطايشين. الحادث الحادث ضيع لي حياتي، حياتي راحت بسبب لحظة طيش والتهور. صديقي صديقي اللي كان معي بالسيارة مات، مات. واصدقائي اللي كانوا بالسيارة الثانية ماتوا، 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 ماتوا. شيخان، هذا هو الشخص اللي كان يتصل فيني دائما عشان تقتلع الشك من داخلك مثل ما طلبت منك من قبل. سامحيني يا أمل، سامحيني. من هذا يا أمل؟ من يكون؟ أنا قلت لك مرة أريد أكلمك لما أحمد ما يكون موجود، وأحمد الحين مو موجود. أحمد مع أمل وبيجي معها. عيسى، إيش هذا السر اللي بينك وبين أحمد؟ وإيش هذا الكلام اللي يدور بينكم ساعات في المكتب؟ أنا كنت أفتكرك إنك تبغي تتكلمي في موضوع ثاني. يعني الموضوع اللي بينك وبين أحمد له علاقة باختفاء بنتي زينب؟ أنت عقلك وين وديك؟ يعني يا عيسى، أنا بقالي عقل؟ الله يخليك، جاوبني، ايش هذا اللي بينكم؟ ايش السر؟ اطمني، اللي بيني وبين احمد مجرد عمل، ما في شيء ثاني. اتمنى، اتمنى يا عيسى اني اصدقك، اتمنى. لو كذبت على العالم كله مستحيل اكذب عليك انت. بيجي يوم وبتعرفي صدق عيسى. انا
ارفع راسك يا اخوي. اللي سويته فيني كان في لحظة غضب، وانا ما زعلانة من اللي صار. بس ما كان مفروض انك تخبي علينا، نوصل لدرجة الشك ويصير اللي صار. انا عضوة بجماعة التطوع اللي عملناها في المدرسة، والتطوع عمل انساني عظيم، الهدف منه مساعدة الاخرين، وانا تكفلت اني اساعد مروان واهله، وبعرفت هذه الاسرة عن طريق الجمعية المرأة العمانية اللي موجودة هنا في الجبل الاخضر. حبيت اعمل خير في السر، وما اعتقد ان اعمل الخير عيب ولا غلط. بس عند عيسى هذا شيء ثاني. عيسى بيجي يوم وبتعرف في حقائق عيسى. يعني ايش؟ خلينا الحين من عيسى. انا كنت اريد اكلمك في موضوع مهم، وكنت دائما متردده. انت تتردده؟ انت عندك شجاعه تطلع اللي في قلبك في اي حد. بهذه الثقه تخليني اتكلم معك وانا مرتاح. بس خلينا نروح نشوف لنا مكان مناسب نتكلم فيه قبل لا نرجع البيت. زين تعال. السلام عليكم خالد. وعليكم السلام. خالي انت ايش اللي يوديك تدور على بنت احمد بالليل؟ تريده يتهمك بخطف البنت؟ يتهمني؟ يتهمني ليش؟ اذا كنت انا وزوجتي اللي هي اخته اتهمنا بخطف البنت، كيف عاد ما تريده يتهمك انت؟ انا كنت قصدي اساعده. قصدك تقول انك خايف منه، تريد تأدي له خدمة علشان يسامحك. ويا ريت يسامحني، يا ريت يسامحني. خالي مالك اليوم؟ تعبان يا عيسى، تعبان يا عيسى، تعبان. يا خوفي انك تتراجع يا خالي، يا خوفي. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر رد يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق.
ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر. كون الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون. أنا بليل الجنون. يا براتنا يا روح العطر رد لنا نور الفجر لنا نور.